السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل على الوحدة 9، مسائل التقويم، الشغل والطاقة، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة: أقرأ، أفهم، أحفظ، أطبق، والنجاح في إيذاك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل، وجيب الورقة اللي كاتب فيها معادلات الوحدة 9 الشغل والطاقة. يرتفع الطابق الثالث في منزل عن مستوى الشارع مسافة 8 متر، ما مقدار الشغل الذي ينبغي أن يبذله نظام الرفع بالبكرة لرفع فرن كتلته بسرعة ثابتة إلى الطابق الثالث؟ رسمت الفرن، وهذا وزن الفرن، هي القوة المبذولة للرفع، وهذه دي الإزاحة الرأسية. فبتطبق معادلة الشغل W تساوي F في D في كوساين سيتا. F عبارة عن MG لأنه بده يبذل وزن أو يبذل قوة تعادل وزن الفرن حتى يقدر يرفعه إلى الأعلى. في كوساين الصفر لأن الزاوية بين F و D تساوي الصفر. قانون تعويض جواب. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.